قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان يصل إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية بدعوة كريمة من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، زيارة منطلقها المكانة الدينية والمسؤولية الروحية التي يتقلدها أمير المؤمنين وقداسة البابا، والتي ستساهم في إشاعة قيم الأخوة والسلم والتسامح بين الشعوب والأمم، وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش بين الديانتين. أهمية زيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب تكمن في كونها فرصة للقاء بين مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية ومؤسسة إمارة المؤمنين في كل ما تحمل هذه الأخيرة من رمزية عميقة تمتد في التاريخ الإسلامي والنموذج المجتمعي الذي تقدمه للعالم. والزيارة الأولى من نوعها لقداسة البابا فرانسيس للمغرب تندرج في إطار تطوير الحوار بين الأديان وتعزيز التفاهم المتبادل بين مؤمني الديانتين، وتعكس العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين المغرب والفاتيكان، إلى جانب كونها معبر عن الرغبة المشتركة للطرفين في مد الجسور، جسور الحوار بين الثقافات والأديان، جسور ستسمح بمواصلة إحياء رسالة الإسلام بين المسيحيين والمسلمين، وتعزيز علاقات المودة والتفاهم بين المملكة المغربية والكنيسة الكاثوليكية والتي تمتد لقرون طويلة. زخم تاريخي سيجعل من لقاء مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية بمؤسسة إمارة المؤمنين لقاء من نوع خاص، سيمكن من تشجيع خطابات السلام والتضامن وتشجيع فرص السلام والأخوة الإنسانية وتوسيع مساحة الحوار ولغة التفاوض السلمي باستعمال القوة الرمزية للمؤسستين الدينيتين أي البابوية وإمارة المؤمنين بما يعرف بالدبلوماسية الدينية.